وقوله فما أعلم وصية أنفع من وصية الله ورسوله لمن عقلها واتبعها، هذه كلمة جامعة جليلة ويجب أن تكون بين عيني طالب العلم، وذلك أن الخير كله في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ومهما ابتغى المرء الخير والهدى والعلم في غير كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه حين ذاك يكون قد ابتعد عن الطريق السوي القويم. ولذلك جاء عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه قيل له إن أقواما يعظون بأشياء من غير الكتاب والسنة، فقال من لم يتعظ بالكتاب والسنة فلا وعظه الله. فالعظة إنما تكون بما في الكتاب والسنة، أعني لمن عرف معناها بأن فقه دلائل ألفاظها وفهم المقصود منها. ومن لم يتعظ بذلك وإنما يتعظ بغيره من الأمور التي يفعلها بعض الناس بقصد توعيظ الناس وتخويفهم من بعض الأفعال ومن بعض الأقوال، فلا شك أنه يلزمه أن يراجع قلبه وأن ينظر في عمله وينظر في صدقه. فإن أعظم الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم.